كبطل خرج مبتسماً من تحت الركام، فريق الإنقاذ رفع له تحية الحياة بعد أن بقي محاصراً 94 ساعة تحت الركام في غاز عنتاب التركية بالقرب من مركز الزلزال. عملية إنقاذ عدنان كركوت الذي يبلغ من العمر 17 عاماً كانت أشبه بالمعجزة، بعد أن أصبحت عملية البحث عن ناجين أشبه بالمستحيلة. من حسن حظ عدنان أن والدته كانت بانتظاره على عكس الآخرين، ضمته إلى صدرها وبكى الاثنان فرحاً بالعودة إلى الحياة. ابتسامة عدنان لم تخفي الدموع في عينيه، وإيمانه بالنجاة ساعده على البقاء على قيد الحياة، كما وصف أيامه الأربعة تحت الركام. قلب الأم لم يتسع فرحاً بعودة فلذة كبدها، فخرجت من نافذة سيارة الإسعاف لترحب بالحياة من جديد. محاسن حدارة، العربية.